Gezi Parkı'nda 4 gündür nöbet tutan gruba polis bu sabahta müdahale etti. Grup çevreye dağıldı, polis peşlerine düştü. Gezi Parkı'nda 4 gündür nöbet tutan gruba polis bu sabahta müdahale etti. وقد تم في حوالي الواحدة من صباح اليوم الأربعاء فض التجمهر بالتعامل بالمياه والغاز المسيل للدموع بعد أن عاود مثير الشغب التعدي على القوات وإحراق إحدى سيارات الشرطة في ميدان عبد المنعم رياض ومحاولة إشعال النيران في مبنى عام بكورنيش النيل وإحداث تلفيات في عدة سيارات عامة وخاصة. Grup çevreye dağıldı, polis peşlerine düştü. Polis eylemcileri dağıtmak için gaz bombası ve tazyikli su kullandı. Eylemcilerse çeşitli yönlere kaçarken polis eylemcilerin peşinden giderek grubu dağıttı. بعد أن عاود مثير الشغب التعدي على القوات وإحراق إحدى سيارات الشرطة في ميدان عبد المنعم رياض ومحاولة إشعال النيران في مبنى عام بكورنيش النيل وإحداث تلفيات في عدة سيارات عامة وخاصة. Çıkan olaylarda yaralananların ve gözaltına alınanların olduğu belirtildi. وأضاف المصدر الأمني أن الحصر المبدئي للإصابات أسفر عن إصابة 18 ضابطا أحدهم في حالة فقدان وعي وكذا إصابة 85 من أفراد الشرطة توفي أحدهم كما تعددت التلفيات العامة والخاصة في مناطق التجمهر.